مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الجمهورية 2014. الجمهورية في لبنان هي نتاج مسار من التوافق بين الأطياف اللبنانية كافة، ورئاسة الجمهورية اللبنانية محكومة عموما بالأطر الجامعة في لبنان رغم ندرتها في أيامنا هذه. ولهذا يصر برنامج الجمهورية 2014 على استضافة كل أصحاب القرار داخل الحكم اللبناني، ليس فقط الرؤساء والزعماء والمرشحين لرئاسة الجمهورية، بل أيضا الذين يشاركون في صناعة رئيس الجمهورية والقرار في لبنان. في هذا السياق نستضيف في حلقة الليلة دولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتعمد أن يكون رمز التوافق في أكثر من مفصل في الحياة السياسية اللبنانية، والذي استطاع أن يشكل حكومة وطنية في أصعب الأوقات في هذا الواقع السياسي المأزوم والفوضى الأمنية المتنقلة. هل يرى دولة الرئيس آفاقا للحل في لبنان وفي المنطقة؟ وهل هناك دور للإسلام المعتدل في مواجهة الإسلام المتطرف؟ كيف يحمي لبنان من العواصف الخارجية؟ وما هي خيارات اللبنانيين لتحصين الأمن والاستقرار؟ في أية جمهورية نحن الآن؟ وأية جمهورية نطمح إليها؟ مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي نناقش كل هذه العناوين. أهلا وسهلا بك دولة الرئيس. أهلا فيكم، مساء الخير جميعا. مساء الخير، نبدأ مع الله يخليك أستاذ كريم لو سمحت. يعني أول سؤال بتوارد على خاطري هو نبلش برئاسة الجمهورية، والسؤال اللبنانيين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص بيطالبوا بما اعتبروه الرئيس القوي. ما هي المواصفات برأيك حول هذا الرئيس المرتجى؟ يعني بداية بالسؤال، لما نقول اللبنانيين بشكل عام بعتقد أستاذ كريم ما لازم نقول مسيحيين بشكل خاص، لأنه نحن كلياتنا أهم شيء وأول خطوة بدي أقوم فيها أي رئيس جمهورية جديد هو حقيقة لكل لبنان ولكل اللبنانيين. أنا بيقولوا اليوم بدنا رئيس توافقي أنه نتفق عليه. لا، أنا مع رئيس يكون هو رئيس وفاقي، عنده ثقافة الوفاق وثقافة التقارب لكل الناس مع بعض البعض، هي الثقافة الأساسية اللي المفروض أن تعم. نحن اليوم بحاجة لرئيس حقيقة يكون عنده رؤية مستقبلية للبنان، رؤية بكل معنى الكلمة. اليوم في رموز كتير لبنانية مرقت ما عملت رئاسة جمهورية، بس الناس كانت تشوف أنه عندها رؤية. ناخد مثلا ريمور إدي، العالم بتقول اف لو عمل رئيس جمهورية كان هذا رئيس الجمهورية يمكن اللي بدنا إيه. أصبح اليوم بدنا رؤية للرئيس الجمهورية جديد، حتما لازم يكون عنده تاريخ سياسي، لازم يكون تاريخه السياسي تاريخ مثل ما قلنا عم بيوفق بين اللبنانيين، ما معناته لازم يكون ضعيف مسيحيا أبدا، لازم يكون قوي عند كل الطوائف ومقبول من كل الطوائف. ما ننسى أنه بدستورنا الرئيس بده يكون هو رمز هالبلد، ورمز البلد بده يجمع الكل سوا، بده يكون عنده تواصل مع الكل وقادر أنه يعمل انصهار مسيحي مسلم حقيقي بالبلد. لبنان ما ممكن يكون إلا نكون كلياتنا سوا. إذا كنا جمهورية إسلامية لوحدة ما بيكون لبنان، وجمهورية مسيحية لوحدة ما بيكون لبنان. بقى نطلع من هاللغة الطوائف ونقدر نتغلب على هالقصة، هيدي هي الأساس وهيدا هو مناي. أنا هل رئيس الجمهورية اللي أعطيت مواصفاته موجود حاليا؟ ايه طبعا. بمن يتمثل؟ ايه طبعا، مثل ما قلت أنا عم نحكي مواصفات. اليوم الرئيس الجمهورية وقت بده يكون ويعمل هالانصهار عنده كمان لازم يكون عنده مشروع يواكب العصر، ومشروع أنه يكون هو موجود وعم بيشكل نوع من مراقبة حقيقية للمؤسسات في لبنان اللي هو رئيسها كلياتها.
عندك اسم او اسمين بذهنك هيك بيوردوا؟ يعني بقول يا ريت بيرجع فؤاد شهاب جديد. لا يرجع بيكون يا ريت بيكون ريمون قدي موجود دولة الرئيس نسيب الحوت كميل شمعون كميل شمعون كان عنده رؤيه بس حقيقه ما قدر شكل لكل اطرافه كل اللبنانيين ومش حق عليه حق الوضع بالمنطقة. وهون إذا الرئيس الجمهورية بده يجي جديد يقدر يشيل لبنان أن يكون مسرح للصراعات، وخاصة نحن اليوم صرنا بصراعات جديدة. من هو هذا الرئيس اليوم؟ يعني رحم الله من غادروا، من هو من الموجودين؟ بعتقد الطائفة المارونية الكريمة تملك كثير من, من, من الأشخاص اللي بيقدروا يعملوا رؤساء جمهورية. وأنا أكيد أنه بالوقت المناسب حيظهر رئيس الجمهورية، لأن اللبناني صار متعطش. بدنا الرؤية يشوف اللبنانيين شو بدهم، مش مين منتظرين نحن. الطبقة السياسية الموجودة، مع احترامي لها كل اللي أنا منها، هل منتظرين من هذه الطبقة أن تنقذ لبنان؟ بدنا رئيس جمهورية يطلع الرئيس. فوق الكل، يطلع فوق الطوائف، يطلع فوق الأشخاص. ما هي التحديات والصعوبات التي تواجه قيام الجمهورية وعدم انهيار يعني المؤسسات والدولة؟ نرجع على الأساس، مفهوم الدولة. الأساس هو اتفاق الطائف. اتفاق الطائف لسوء الحظ راح بتفسيره وبتنفيذه الجزئي إلى تركيبات طائفية. بوقت إذا بتقرأ اتفاق الطائف ممكن بتركيبته وبكله انك تطلعي من قصة الطائفية. يعني اتمنى يجي حدا يشوفها. مع الغاء الطائفية السياسية دولة الرئيس؟ هلا نحن بين من البرد للسخن او من سخن للبرد في استحالة. انا مع تدريجيا تنفيذ طبعا مثل ما تنفيذ اتفاق الطائف. انا بدي شخص يعمل تنفيذ اتفاق الطائف، يكون في عنده مشروع بالتعاون مع الحكومة ويكون هو مشرف وموجود، والحكومة توضع حكوماته اللي حيألفها بعهده مشروع إنمائي لكل لبنان وخاصة للمناطق النائية في لبنان. لأنه هلأ بنوصل بحضرتك قلتي التطرف وقلتي هالموضوع، تطرف البيئة السليمة للتطرف هو الفقر وهو عدم المعرفة والتربية وكل هالشيء، التعليم. سنأتي إلى هذا الموضوع. من هون بدي خطة لحتى يكون حقيقة إنمائية نقدر نهوض بهالمناطق النائية لحتى نخليهم يشعروا حقيقة هن من لبنان اللي نحن بدنا إياه. لنعود إلى الرئيس. بيقول دولة الرئيس. فخامة الرئيس. دائما كله بيقولوا شغلي زيتا إنه إلغاء الطائفية مشكلة. بتتذكر انه انطرحت قصه الغاء الطائفيه وحتى الزواج المدني الاختياري ما مشى فيه. انا بقول لك شغله، هل حقيقه فينا نلغي الطائفيه من لبنان؟ الغاء الطائفيه اذا بدنا هدول اللي عم بيقولوا ضد الغاء الطائفيه، ما هن صار مصالحهم بالطوائف. ما الطوائف صارت هي سلعه عم يجرب ان كل واحد يسوقها كما هو بيكون، لانه هي سبب من اسباب وجوده. هلا نحن عم نتطلع بدنا وطنيه ولا بدنا طائفيه؟ بدنا امارات طائفيه وامارات مسلحه ولا بدنا وطن نهائي سيد حر مستقل اسمه لبنان نعرف شو فيه بكل خصوصيات والحريات الحرية أنا ما بدي أطلع فيها بهالموضوع. أما الطائفية إذا عم نجي نقول اليوم المادة 95 من الدستور، نحن صرنا أمرام نخوف فيها تبها إذا 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 هيدا نحن نحط مادة ما مش قصة تخويف، قصة إذا ما بتلاقي أنت 5 أو 10 حكماء بلبنان نكلفهم حسب المادة 95 أن ينظروا كيف يمكن متابعة هذا الموضوع أو مجلس شيوخ لتحويل لبنان حقيقة إلى دولة لا طائفية مع الوقت. ولبنان لازم يقوم فيها ولازم يكون المبادر بكل دول الشرق اللي هو كان أول واحد عنده ديمقراطية، هو أول واحد عنده كان المرأة بتنتخب، هو أكثر واحد عنده حرية بكل أنواع الكلمة. إذا ما نحن بدرنا وفكرنا أوعى يخمن حدا بمعارضته الطائفية كأنه عم بيحمي طائفته وعم بيحمي ذاته، هو عم بلف الحبل على رقبته. نحن إذا بدنا نبني وطن خلينا نتفق شو اللي بدنا إياه. إذا نحن مش عارفين حالنا شو بدنا، ما في نطلب من حدا يقلنا شو بده يدعمنا. ما كل واحد برأيه، إذا ما اتفقنا كلنا بدنا وطن نهائي لهالبلد نعيش فيه بحرية مزبوطة وكل مين عنده حريته ونظام يكون مزبوط، وأهم شيء يبدأ بقانون انتخابات. قانون انتخابات أي قانون برأيك؟ على النسبية طبعا، ما في مجال مثل ما قال الطائف، دوائر موسعة ونسبية. فهيدي هي نسبية لأنه هقول لك ليه أستاذ كريم، لأنه بالنسبية
أي واحد عنده تمثيل معين ممكن أن يكون عنده رأيه. بلبنان ما في تلغي حدا. صحيح. ما في تلغي حدا. ما تقول أنا بانتخابات بجيب أكثر من 50%، غيري بجيب 40%، بقول له أنا نجحت وأنت ما نجحت. لا، لازم يكون ممثل بمجلس نواب. وإذا أنا حطيت الكل بمجلس النواب ما فيك تلغي حدا، ما حدا بيقدر يلغي الثاني. اوعى يخمن يتشاطر اللي بيلغيه بدوره بدورتين وثلاثه، ما حدا بيقدر يلغي حدا. لبنان كلياتنا بدنا نكون مساهمين ببنائه ومساهمين بتطوره وانمائه. دولة رئيس، قفزنا من موضوع الطائفية إلى موضوع قانون الانتخابي، أريد أن أتوقف عند موضوع مهم في مسألة الطائفية. في عهد الرئيس الياس الهراوي رحمه الله يعني أقر مجلس الوزراء موضوع الزواج المدني الاختياري. رحمه الله الرئيس الحريري رفض المشروع ووضعه في الدرج. من فترة الرئيس ميشيل سليمان تقدم بالفكرة ذاتها، رفضها الرئيس نجيب ميقاتي. صحيح. يعني ما المشكلة مع رؤساء الحكومات في مسألة الزواج المدني وهو اختياري دولة رئيس؟ يعني هو مجرد يعني يريح العلمانيون ويخرجهم من عمق الزجاجة الطائفية ولا يتعارض مع الزواج الطائفي؟ نحن ما فينا نعمل شيء جزئي ولا فيني أعمل أشياء مجتزئة. نتفق على الموضوع كلياته، ساعتها لكل حادث حديث نبني وطن مضبوط بكل معنى الكلمة. اليوم أنا بصفتي رئيس وزارة بعدني بهذا النظام اللي أنا موجود فيه ممثل للطائفة السنية، والطائفة السنية بكل علماء وبكل مشايخها كان في عندهم رفض لهذا الموضوع. ما بقدر أنا أتخطى هذا الواقع ولا بأي مرحلة. يجب أن نبدأ الخطوة الأولى دولة الرئيس. يجب أن تكون هناك خطوة أولى بسلة كاملة، فهذا لا 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 مفر له. بعدين صراحة أنا بقول الزواج مدني بحد ذاته، يعني أنا أرى أنه نحن حتى الطائفة الإسلامية بشكل عام زواجنا زواج لا يختلف جدا عن الزواج المدني، انه نحن وحتى نحن في مجال الزواج ما دام كان في شاهدين، واي شخص بيقدر يكتب الكتاب ونسجله بالمحكمه الشرعيه. لا بس ولكن وبعدين طبعا تعرفي في 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 الامور الشرعيه بالطلاق وغيرها، ولكن بالوقت الحاضر هذه الفكره انا لا اقبل بان تكون. هل ترفضها الطوائف كافة أم فقط؟ لا، بعتقد الطوائف كافة، لحتى الطائف الكركي والمارونية كلها رافضة هذا الموضوع. أنا ما مش نقطة رفض، أني أنا ليش عم تخدينا بالمفرة؟ خلينا نحكي ببناء الوطن كله كامل، بهالشيء بيريح الناس وبنقدر نعمل نتفق على كل النقاط، لا مانع من بحث هذا الموضوع. اما بحثه مجتزأ وكانه هو الحل، ليس هو الحل. هلا نحن بكل المشاكل اللي عندنا، بكل المشاكل السياسيه، وقفنا صار عندنا زواج مدني هو لا بس هي مشكله الشباب الحائر الذي يعني بس سجل الزواج المدني بلبنان. انا بدي سجل انه وزير الداخلية قضى بس دونه عثرة على وافق، ولكن انت بتعرف دونه عثرات كثيرة اليوم بالوقت الحاضر بهذا الزواج. اسمح لي دولة الرئيس، يجب ان نتوقف مع تقرير خاص عن محطات في حياة الرئيس نجيب ميقاتي. الرئيس نجيب ميقاتي ولد في مدينة طرابلس شمال لبنان العام 55، تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت حاملاً إجازة في إدارة الأعمال عام 79 وماجستير إدارة أعمال عام 80. تابع دراساته العليا في إنسياد في فرنسا وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة. عمل في القطاع الخاص وأسس شركات عدة تتعاطى القطاع التجاري والخدماتي. انتخب العام 92 و96 لعضوية غرفة التجارة والصناعة والزراعة. هو عضو في المجلس الاستشاري للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات International Crisis Group، وهو أيضا عضو في مجلس أمانة الجامعة الأمريكية في بيروت، بالإضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري لكلية هاريس في جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية. تولى حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل في ثلاث حكومات متعاقبة ما بين عامي 98 و2004.
انتخب عام 2000 نائبا عن مدينة طرابلس حتى العام 2005، وأعيد انتخابه عام 2009 حتى الآن. بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتعذر الرئيس عمر كرامي من تأليف حكومة وطنية، تم تكليف نجيب ميقاتي تأليف حكومة وطنية وإجراء انتخابات نيابية في لبنان، وتعهد بعدم ترشحه إلى النيابة في تلك الفترة. أعيد تكليفه رئيساً للوزراء في العام 2011، ثم قدم استقالة حكومته في 23 آذار 2013. أني أعلن استقالة الحكومة. يشرف مع شقيقه الأكبر طه على جمعية العزم والسعادة الاجتماعية الخيرية، متزوج من مي دوماني وله 3 أولاد، ماهر، ميرا ومالك. دولة الرئيس، الموضوع النظام بكلمة، شو هي الإصلاحات، عناوين الإصلاحات؟ لأنه طبعا قانون انتخابات الأساس، هذا قانون انتخابات، بعدين النسبية اللي نسبية بتغطي تماما نسبية بحث، يعني دوائر بيبحثوا، دوائر بنبحث بيه بس مبدأ النسبية. بس مبدأ النسبية أكيد، لأنه مثل ما قلت بحب الكل يشارك. الموضوع الثاني خطة إنمائية كاملة لكل لبنان. نحن بحاجة، لأنه أنا عم شوف فيما بعد وهلأ بنحكي فيها وقتنا نحكي بالتطرف إذا حبت ست سعاد. الموضوع الثالث قانون جديد للإدارة العامة. نحن بعدنا نتحكم بقانون صادر ب 13 و 14 حزيران 59، بعدنا بنتكل على هذه القوانين اللي صدرت بموجب مراسيم اشتراعية. اليوم إذا ما بيكون في عنا قانون إدارة جديد ثوابته الشفافية والمحاسبة وقطع دابر الفساد، نحن نكون حقيقة كل مالنا عم نتأخر وكل ماله الفساد عم بيستشري. هذا الموضوع أساسي، هو موضوع المؤسسات في لبنان، أن نوضع لها حد وتكون هي الفاعل الحقيقي بغض النظر عن أي تغييرات بتصير. لسوء الحظ هالثلاث أمور اللي عم أقول لك إياهم، نحن بالثلاثة رح ينعكس السير. طيب دولة الرئيس، كيف تصف أزمة الحكم اليوم في لبنان؟ يعني ألا ترى أن هذا النظام ينتج أزمات متكررة تتحول إلى حروب ثم إلى تسويات؟ ما المشكل؟ ما هي الخيارات؟ المشكلة واضحة، هي مسألة ثقة. ثقة بين مختلف الأطراف اللبنانيين، وكل واحد حابب يقعد بتريس الطائفية ليظهر وكأنه هو عم يدافع عن طائفته وعم يدافع عن الناس اللي هن موجودين، لأن هي مبرر وجوده. فبالتالي ما حدا عم كلياتها نحن عم تكون معارك وهمية بين الطوائف، ولا حدا عم بيجي يقول أنا كيف أرى لبنان، كيف بدي لبنان ننصهر كلياتنا سوا. يعني هيدا اللي بدنا. يعني ليست هناك مناعة في النظام اللبناني، هل السبب مثلا موقعنا يعني من جهة إسرائيل، من جهة الصراعات العربية؟ أنا بحكي شغلي بقصة الثقة، وهذيك اليوم كنا عم نحكيها، إنه مثلا بنيجي بنقول هل حقيبة الوزارية بنعطيها لفلان أو لفلان؟ لا، أنت بتعطي هالطائفة هالحقيبة. طيب ما هالطائفة شريكتي بالوطن، إذا أنا ما ألي ثقة بهذه الطائفة كيف قاعد أنا وياها وكيف عم نقود سوا؟ يعني في مشكلة حقيقية هون عم تصير، هي مشكلة صارت ثقة من ناحية وتوزيع المغانم من ناحية أخرى. فبالتالي هذه المشكلة الداخلية، أنا هيدا بعتقد المشكلة الداخلية. طبعا المشكلة الخارجية نحن عارفينا، هي انعكاس دائما لبنان من يوم الاستقلال لليوم انعكاس مشاكل الخارج وخاص المنطقة، وهلأ زاد كمان عنا المشاكل الدولية. حتى المشاكل الدولية انعكاسها على لبنان بين المجتمع الدولي وبعض المجتمعات وبعض الكلام من آخر إرهاب وغيره، كله عم ينعكس عنا ونحن عم ندفع ثمن اللبنانيين. إذا ما طلعنا من هالموضوع نحن بنكون عم نحفر لحالنا يا جماعة. مزبوط. بس عندي سؤالين إلهم موقف شخصي. خلينا السؤال الأول، هل رح تحضر كل الدعوات اللي رح تجي لرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية يلي بدعيها الرئيس نبيه بري؟ الحقيقة كنت هالأسبوع بألمانيا، وزرت مجلس النواب الألماني، و
عم برموني بالمجلس وجمعونا وفرجونا كيف اداء المجلس. اول على المدخل في اسم لكل نائب، كل نائب بفوت بحط اسم، في حال دعي للجلسه وما اجى بيدفع غرامه 100 يورو منطبقه بلبنان. جميل. وفي حال حضر الجلسه ولم حصل تصويت ولم يصوت بيدفع 50 يورو. اذا رح تحضر ورح تصوت. لا يمكن، انا باعتقادي ضروره انه يكون في عندنا هذه الثقافه، ثقافه الديمقراطيه ضروره. مش انه هلا نحن عم نشوف بعض بلدان حكوا بالديمقراطيه وحكوا بالحريه، الحريه والثقافه استاذ كريم انت بتعرفها ثقافه. انا يا بدي مارس دوري كاملا يا ما مارسه. صح. انا من طبيعي لما يدعي رئيس مجلس النواب الى جلسه مجلس النواب ضمن تركيب المضبوطة، لأنه هلأ أنا حقولام لأني عم بدعو وما عم ننزل لأنه في حكومة مستقيلة. صحيح. ولكن بالوقت الطبيعي لانتخاب رئيس جمهورية أنا أعتقد علينا كلياتنا لازم ننزل ونشكل النصاب اللازم وتصير انتخابات بطريقة سليمة، وكائن من يكون رئيس جمهورية على كل اللبنانيين يقبلوا. هيدي هي الثقافة، مش إذا ما عجبني أنا بخرب الدنيا وما بدي هالحكومة وما بدي هالبلد، ما بصير. السؤال الثاني اللي كمان زي الطابع شخصي، بال 2005 لما انلفت الحكومة قلت أنا ما بدي أترشح لأني ما بيسوى أكون مرشح ورئيس حكومة، وأنا أسجل ذلك. تأسألك. صحيح. تأسألك سؤال تالي، هل أنت مع فصل النيابة عن الوزارة بجزء بهالسلة الإصلاحات؟ حقلك حأحكيك شغلة، مع فصل، أول شيء أنا مع فصل النيابة عن الوزارة أكيد، بس مش رئيس الوزارة. لماذا؟ لأنه بده يكون عنده قدرة تمثيلية. تمثيلية لك، وخاصة إذا كان في عنا نسبية الأفضل بيقدر يجي من برا خارج المجلس، بس ما بقدر أنا إني أفصل هالموضوع لأنه بده يكون عنده قدرة تمثيلية لحتى يقدر يقود البلد. بس بيقدر، بس الوزراء أنا بفضل يكون، لأن أنا مرأت بتجربة، مرأت بتجربة وأنا إنسان. 98 ل 2000 عملت نائب، عملت وزير، ما كنت مع كنت نائب عن طرابلس. حقيقة برجع بقول لك وقت صرت أنا وزير ونائب صار لا شعوريا عندي شعور وعندي تحيز إلى واقع معين يخدني عليه. ب 98 ما كان عندي إيه. عم بقولها بصراحة، عم بقولها أنا حأعطي مثل صغير. بطيختين فرد إيد ما بينحل. يعني من هون بيجي بقول إنه أنا مع فصل النيابة عن الوزارة، ممكن ساعتها الوزير أن ينظر لكل لبنان وتكون أيضا هي بداية الإصلاحات. أما رئيس الوزارة لا، لازم يكون عنده قوة تمثيلية، وهو ما في مانع أن يكون نائب ورئيس وزارة بنفس الوقت. دولة الرئيس، بكلمتين قبل أن نتوقف، هل يمكننا أن نحلم بالإصلاحات؟ أول شيء الحلم مش محرم، هو حلال، والإنسان عليه أنه يحلم بكل معنى الكلمة. وبالتالي نحن حلمنا بلبنان مظبوط حلم كبير، بس أنا بعتقد أنه حتما حيتحقق، لأنه الشعب اللبناني شعب مميز، حكامه ربما ما كانوا بالإجمال هن مميزين، ولكن كانوا الشعب أنانيين مميز. ولكن الشعب ما أنا عم أقول يعني حياة صعب نقدر نركب، ما بقدر أنا أجي أقول إنه هن بس في أشخاص طلعوا كانوا كتير منيح وتخلوا عن كل شيء وعن ذاتهم. أهم شيء بده يشتغل عمل عام، بده يشوف وطنه وين رايح، وهل نحن مستعدين نكون كلياتنا لإنقاذ الوطن ولا لا. أنا اللي عم أقول هالشيء برجع أحيانا بنتقد نفسي، أحيانا في موقف كتير 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 باخده بموقف يمكن أنه طائفي أو شيء، بس مضطر لأنه النظام عم بيجبرني أني أعمل هيك. أنا بذكر سنة 2003 كان في وزير كتير كتير كويس معنا بالحكومة، ومعش حقول يعني الله يرحمه جورج فريد مثلا. نذكر شيء عن موضوع مشروع بجوني بمجلس الوزراء. قام الوزير جورج فريم حكي، قال انه ما بيصير وبده يصير هيك، المسيحيه عم تنغبن، ما حدا عم يسال عنا. قمت انا الحقيقه كنت كثير انا وياه نتعاون سوا، قمت على جورج فريم قلت له يا جورج ما حيك تحكي هالكلام. حامل بتذكر ملفاته بايده، زتهم على طاوله نحو طريق مجلس الوزراء، زتهم، قال لي الله يلعن هالزمن بيخلي جورج فريم يحكي هالكلام. طيب يعني مجبور. للاسف بفهمه، للاسف مجبور. مجبور. الكل يتحدث بهذا الأسلوب، ولكن للأسف أنا يعني اسمح لي. لا، بالأسف شغلة واحدة، إنه بالأسف لما بوصلوا
بصيروا يضطروا يتصرفوا هيك. طبعا بس البلد الله حميه مش خايف، إلا حق نحلم وحلمنا لابد ما يتحقق، والشمس لابد أن تشرق، لا يمكن، وأنا متأكد من ذلك وأمل. يعني دائما حتى منشوف هالأجيال الجديدة والشباب الطالع، إذا منخلي له مجال أنا بعتقد بيعمل كتير إن شاء الله. بيعمل كتير. تفاؤلك أنا بشاركك فيه. أنا بس خلي مجال للشباب. خلي مجال للشباب نخلي. أنا بتعتقد أنت اليوم لو بيصير استفتاء عام بلبنان، هل يعني هل لو أشياء معينة نعملها، هل هالطبقة السياسية كلها بتبقى؟ حتما لا. اسمح لي دولة الرئيس، يجب أن ننتقل إلى استديوهات الميادين في بيروت لنستمع إلى موجز للأخبار، ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. زعيم لبناني بتذكر تماما انه عنده خصله، لما بينرفز بيعمل حركه معينه، واذا كنت ما بتعرفه جيدا ما فيك يتبين لك او تحذر انه هو منرفز. رئيس كميل شمعون كان عندما يسمع كلام مش عاجبه وينرفز يقيم عينيته يحطهم على الطاوله. شيخ بيير جميل كان لما يسمع كلام وينرفز كان يشد بخده ويحرك المفاتيح يلي بإيديه. رئيس سركيس كان لما ما بده الكلام ما يعجبه وينرفز داخليا كان يتطلع هيك وما يعود يتطلع بالشخص، ما يعني انه وقف الحكي. الرئيس رفيق الحريري كان لمن ينرفز بشكل آلي يوقف ويكمل الحديث، وهذه كانت تحدث خاصة مجلس الوزراء. كان الوزراء اللي بيحكوا جالسين، كان الرئيس الحريري لمن ينرفز يوقف ويكمل الحديث واقفا. الرئيس إميل لحود لمن بيسمع كلام ما بيعجبه بيقاطع بيغير الحديث وبيمنع الشخص انه يعاود الحكي بالكلام نفسه. انا بعتبر انه هيدي من طبائع السياسيين اللبنانيين ومن قدرتهم على السيطرة على نفسهم، وبذات الوقت باطنية قدرتهم على ان يكونوا باطنيين لا يعرف الاخر اذا كانوا راضين او غاضبين. رح اسالك سؤال، لما بتنرفز شو بتعمل؟ احنا كنا وزراء بحكومه واحده، لازم انت تقيم طالما هيك عملت بدون ما تنرفز دولة الرئيس. هل لديك من الخصال ما يزعجك ولكنه ياسرك؟ الحقيقه لما انا هيك عم بتصورت انا استاذ كريم حيسالني هالسؤال، وانا حقول لك يمكن سر انت بتعرفي، انا الحمد لله مؤمن جدا، فعندما نرفز بصفي بقرا قران بيني وبين نفسي. بقرأ الآيات فبقرأها كلها يتبين وين نفسي بسرعة سريعة قبل ما أني أقوم بأي حركة، لأنه حتما الانفعال هو بيولد إلى مشكل آخر. وأنا مش غاوي مشاكل، وخاصة بالعالم السياسي. وأنا بقول دائما أني أنا ما دخلت السياسي لا أعمل عدوات لا أعمل خصومات، أنا دخلت لحتى أقوم بخدمة هالبلد. بقى أحيانا في كتير أشياء بتأثر فيها، والناس بيقولوا أنه شو قلبك شو هيك يعني بارد وبتسمع، هو الحقيقة أنا بنغاز بالداخل، ولكن أنا عم بقلك عشو بالتجاه أحيانا. والمعروف أنه دولتك صوفي. ما بيدخل بهالمواضيع، ولكن أنا مؤمن جدا الحمد لله، وأنا مسلم بكل معنى الكلمة. ولكن أنا أعتقد أنه أكبر خطأ هو واليوم نحن المرتكبينه بلبنان هو دمج الدين بالسياسة ودمج الدين بالأداء السياسي. أنا برأيي الدين هو يجب أن يترجم خارج باب المنزل إلى حسن التعامل وحسن التصرف مع الآخر. الدين هو أخلاق،
وبالداخل انا بيني وبين ربي ما حدا له علاقه معي بتاتا. فصل الدين عن الدولة. تمام. انا من هذا الراي خاصه بهذا العالم اذا بدنا نحن ننجح هذا الموضوع. نعم الدين انا يعني وعم بقولها لاني الحمد لله مشبع ايمان، مش ناطر اني انا الدوله تكون هالموضوع تكون من دين وخاصه ببلد كلبنان. يجب ان ننتقل الان دولة رئيس يعني إلى الموضوع السوري ونبدأ بموضوع النازحين السوريين. لماذا ترك المجال لأن يتمددوا في كل أرجاء لبنان؟ لماذا يعني لم يتم الاتفاق على وضع عين في مكان معين بجانب سوريا؟ هذا السؤال لا ينطبق على عنوان برنامج الجمهورية 2014 ولا على مواصفات رئيس الجمهورية، ولكن طبعا ليس تهربا أنا عم أقول هذا الموضوع. موضوع أنا دائما أكرر وأقول أن نأيت بنفسي ونأى لبنان بنفسه عن وضع السوري، ولكن وضع السوري لم ينأى بنفسه عن لبنان، وخاصة من الجانب الإنساني، ولا نستطيع أن ننأى بأنفسنا عن الموضوع الإنساني. نحن دولتين مجاورتين، في عنا كتير أمور مشتركة وفي علاقات مشتركة، وعندما يصير الموضوع موضوع إنساني أنا شخصيا ما بقدر أقول إلا بدي أقوم بواجبي الإنساني كاملا. ليش من عملت مخيمات؟ نحن وقت بلشنا نفكر نعمل مخيمات كان العدد كتير ضئيل، وكان في موجة داخل الحكومة بتقول ما بيصير نعمل مخيمات لأنه نحن مرقنا بالتجربة الفلسطينية. فبالتالي إذا انتشروا داخل المجتمع اللبناني عندما تنتهي الأزمة السورية سيعودوا، خاصة عم بيدفعوا أجارات للبيوت، عم تدفع لهم المؤسسات الدولية من مفوضية اللاجئين للكل عم تدفع هالموضوع. فبالتالي رأينا أنه ما يكونوا بمكان واحد، لأنه إذا اجتمعوا بمكان واحد ربما يشكلوا أي خطر معين أمنيا. نحن سؤالنا وأنا النداء تاعي على طول عم بوجهه بكل المؤتمرات، سوريا واسعة وشاسعة جدا، وبالتالي في كتير ناس اللي اجوا على لبنان هن خوفا من القتال في سوريا. لماذا لا نرى مناطق آمنة داخل سوريا لم تشهد القتال في سوريا أنه يعملوا فيها كامبات، وتكون مفوضية شؤون اللاجئين عم ترعى هاللاجئين بدل ما ترعاهم في البلدان المجاورة، وأن يؤمنوا هناك. فهالموضوع حقيقة حتى مع أمين عام الأمم المتحدة أثرت هذا الموضوع، وكان في إيجابية للدرس لهذا الموضوع مع الحكومة السورية ليشوفوا كيف طريقة تطبيقه. شاركت دولة الرئيس بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن مؤخرا، ومثل ما فهمنا أنه وزير الخارجية الفرنسية وعد أنه يدعي إلى مؤتمر، عقد مؤتمر أصدقاء لبنان. وسمعت هلأ أنا اللي نحن سمعنا كمان أنه بخمسة آذار ممكن يكون تحدد الموعد بهذا الشأن. هل قصة المساعدة هي مساعدة اقتصاد لبنان أو مساعدة على موضوع نزوح السوريين إلى لبنان؟ نحن نرجع الملف اللي تقدم، نرجع على موضوع معين. فخامة رئيس الجمهورية حضر اجتماع لمجموعة دعم لبنان اللي حصل بالأمم المتحدة خلال انعقاد الجمعية العمومية في شهر أيلول الماضي، سبتمبر الماضي، بناء لدعوة موجهة من الأمين العام. الدعوة اللي وجهها الأمين العام فيها ثلاث ركائز بتقول نحن عم نعمل مجموعة دعم لبنان للأسباب الثلاث: أولا دعم الاقتصاد اللبناني، ثانيا دعم الجيش اللبناني، ثالثا مساعدة لبنان على مواجهة موضوع اللاجئين السوريين في لبنان. أصبح نحن عنا ثلاث خطوط حول الاقتصاد. الاقتصاد فرنسا، الجيش إيطاليا، النزوح هي مسؤولية أمم متحدة أممية، 7.5 مليار أممية إنها تقدر تتساعد كلياتها، وعم نتساعد فيها كلياتنا سوا. النزوح كمان قسمين، قسم هو بيتعلق باللاجئين السوريين كأفراد في لبنان، قلنا هالشي بنعمل مباشرة من مؤسسات دولية. أنا أصريت أن لا يمر شيء مادي عبر الخزينة اللبنانية وعبر صناديق لبنانية، لأنه ما بدنا ندخل بموضوع الأموال وهالشي. عم بينعمل المؤسسات الدولية عم تصرف بما يتعلق بالسكن والمأكل والطبابة
والتعليم عم تصرف هذه المؤسسات مباشرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لموضوع للمواضيع هاي. في عنا بالموضوع اللاجئين عنا خط تاني، عنا تأثير أثر السلبي اللي ولدته الأزمة السورية على لبنان، على الحكومة اللبنانية، على الدولة اللبنانية. شو الأثر السلبي؟ نحن اقتصاد خدمات، الترانزيت وقف، السياحة وقفت، نحن تأثرنا. وجود مليون سوري بين ليلة وضحاها في بلد 25-4 مليون، صرنا 5 مليون، تأثرت البنى التحتية في لبنان تأثر كامل. فبالتالي نحن صار عندنا كلفة إضافية من مباني مدارس، من مباني مستشفيات، من مياه، من معالجة المياه المبتزلة، من الطرقات. هون إلا هيدي مسؤولية الحكومة اللبنانية. كمان جينا عملنا شيء معين، عملنا شيء اسمه تراست فند، صندوق بالاتفاق بين البنك الدولي ولبنان. طلبنا من البنك الدولي لحتى نمشي بهالصندوق أن تقوم بدراسة هي تقييم الأثر للواقع السوري على لبنان. فقيمت الدراسة كل الأثار وقالت أنه لبنان تأثر المجموع الدخل القومي تاعه في 2012-13-14 بمبلغ 7.5 مليار دولار. نحن بحاجة عام 2014 فورا لمعالجة هذا الأثر مبلغ 1.8 مليار دولار. الحكومة اللبنانية وضعنا كل الأولويات لذلك، وزارة التربية وضعت، وزارة الصحة وضعت، وزارة الشؤون وضعت، وزارة الطاقة والمياه وضعت، وكل وزارة الأشغال وضعت، وعملنا وقدمنا 1.8 مليار. أنشأنا صندوق اسمه الصندوق لمعالجة الأثر السوري. الصندوق إجا البنك الدولي قالنا أنتوا تطلبوا شو ما بتأمروا، نحن في مجال نعمل لكم قروض. قلنا له لا، نحن مش مستعد الشعب اللبناني انه نحمله اي قرض جديد نتيجه الاسعار السوريين في لبنان. بدكم تساعدونا بتعطونا منح وبتعطونا هبات. نحن بلشنا بالتقبل الهبات. هذا الصندوق ايضا لاجل لا يقال اين الشفافيه واين المحاسبه، بناء لطلبي طلبت ان يكون هذا الصندوق مدار مشاركه بين الحكومه اللبنانيه والصندوق الدولي. في أصوات عم تقول هيدا انتقاص من السيادة، يقولوا انتقاص من السيادة ولا يقولوا وين راحوا المصاري. خلينا بقى نجي نحكي الاتحاد الأوروبي. أنت اجتمعت الاتحاد الأوروبي ما عنده عادة يشارك بصندوق لأنه معتبر حاله هو بحد نفسه صندوق. قلنا نحن الإدارة بهدف، نحن مش هدفنا نجح الصندوق، هدفنا نرعى بلدنا ونغطي الأثر السلبي اللي عم يعملوا الأثر السوري. بتحبوا أنتوا تساعدونا تفضلوا. حكيت مع السيدة أشتن، الليدي أشتن، وهن عم بيعملوا من 2014-2017 برنامج كامل لتغطية هذا الأثر مع كل المساعدات المطلوبة للاتحاد الأوروبي بطريقة جانبية. طيب دولة الرئيس بالموضوع السوري أيضا، لماذا وصلنا إلى ما نحن فيه؟ لبنان غارق في سوريا، الإرهاب يضربنا في الداخل، هل قرار النائب النفس كان صائبا؟ يعني كيف نقول لبنان نأى بنفسه وهو غارق في قلب سوريا؟ أول شيء ليش نحن أخذنا قرار النائب النفس؟ لقلك ست سعاد، الحقيقة بعتقد من أصعب القرارات اللي أخذت هي القرار بالنائب النفس، وما تخمني كان قرار سهل، وخاصة أخذ مع بداية مع بعد تشكيل الحكومة بشهر ونص، ونحن كان من الصعب، يعني ما حدا كان بيقدر يخمن انه ممكن نحن نخرج من هالموضوع. اخذ هالقرار لثلاث اسباب، وانا هون بالبيت هي كانت اصعب وقت اني اخذت هذا القرار. ويومتى تأجل بمجلس الامن تصويت على البيان الرئاسي ساعة بناء لطلبي، لانه ما كنا، كان في ضغط علينا انه نحن ما نصوت على البيان الرئاسي وبالتالي نعطل البيان الرئاسي. أنا مصر أن لبنان ما بيقدر يطلع من المظلة الدولية، وبنفس الوقت عندنا ثلاث أمور. أول أمر، ما ننسى نحن أنه في علاقة تاريخية والجغرافيا بتربطنا بسوريا، في جيوبوليتكس، وين ما نطلع منها. الموضوع الثاني، نحن ما ننسى عنا ميات ألاف اللبنانيين اللي عم يعملون في دول الخليج، وهن مصدر صمود الاقتصاد اللبناني. فبالتالي أنا ما ممكن أقدر أزعل هالدول الخليج. الموضوع الثالث، ما انسى انه انا مجتمعي وبلدي مقصوم. كيف انا بدي اقدر كيف بهذا الموضوع، بهذا الظرف بالذات، ظرف قلت انا
هذا الموضوع، لو كل اللبنانيين اجتمعوا على مساندة فريق ضد فريق بسوريا لن يستطيعوا أن يقدموا أو يؤخروا شيئا. فلماذا نحن علينا أنه نحن ننغمس في هذه الوحول السورية؟ يعني نستطيع أن نقول أنه لبنان نأى بنفسه في حين حزب الله يقاتل في سوريا، هناك جهاديون لبنانيون يقاتلون. أنا محاسبتي لحديث 23 أدار 2013 مثل ما تفضلتي وقلتي بالتقرير يوم الاستقالة. صحيح. حتى يوم الاستقالة لم يكن أي تدخل في الموضوع السوري، كان في بعض مسلحين. لو كانت الحكومة بقيت دولة الرئيس، ما الذي كان سيتغير في الموضوع؟ هل كنت ستقول لحزب الله لا تتدخل؟ نعم، أنا كان 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 الموضوع عندي الله بيعلم شو كنت عم بعمل لحتى عدم تدخل أي طرف من الأطراف بسوريا، وأنا ضد التدخل الآن بالأمس واليوم وغدا بالمواضيع. علينا أول شيء نحن علينا اللبنانيين يعني ما يهم يعني حقيقة نهتم بلبنان. ممنوع الولاء لغير الوطن، نقطة. شو عنا ولا الوطن؟ بلي دولة الرئيس، يعني الجهاديون من أبناء الشمال وهم كثر بالمئات يقاتلون، يعني كيف نقول لهم عليكم بالولاء؟ نحن بدنا نبني وطن. هلا نحن اليوم ببرنامجنا أي جمهورية وأي رئيس جمهورية، نحن علينا أنا مناشدتي أن نهتم بلبنان بالواقع اللبناني لإنقاذ هذا البلد. الجماعة اللي عم نقول عنهم نحن ولما نقوم بهالمناطق اللي عم نقول عم تودي نقوم بالدولة تقوم بواجبها كاملا، والدولة تقوم بمشاريع إنمائية وتوجد فرص عمل وتقدر تتحسن المستوى التعليمي، أنا متأكد هالشي كلياته كله ساعتها بصير في يقظة وبصير في عنده حس وطني لبناني. سؤال مباشر، لأنه مدينتك طرابلس، أنت شو بدي شعورك بالأول وتاني بدنا نشوف الحل. شعورك موضوع جبل محسن وباب التبيني، كيف برأيك هالهدنة رح تستمر؟ في هدنة حاليا حكيته بجولة 19 و 20 19، هل رح تستمر هذه الهدنة؟ والأمر الثاني شو الحل لطرابلس؟ الموضوع موضوع تاريخي، موضوع جبل محسن وباب التباني مش وليدة اليوم، وليدة فترة زمنية عمرها عشرات السنوات، حيث صار في مجازر وفي ناس قتلت وبعد في دم ما صارت لحمة بين 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 الطرفين اللي هن أولياء الدم، ومن يدعي إنه من يدعوا أولياء الدم إنه هن اللي قتلوا هالشي. إضافة لذلك يعني أتمنى أني أنا أطلع على كلام فوق كلام توحيدي وأنا هذا اللي بحبه، ولكن لما في 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 خيوط لانفجارات صارت بطرابلس وراح فيها 50 قتيل وبمسجدين، ممكن كل واحد منا كان يكون بهذا المسجد أو تلك المسجد عم بيصلي، وهذه الخيوط مرتبطة بأيادي مرتبطة بالمدينة. طيب منجم نقول لا بدنا ننسى ونتوحد ونعمل، العمل بده جهد قوي، العمل منه سهل بده جهد وبده عملية مصالحة كبيرة، ولكن قبل المصالحة بدنا نحن نعرف كل الحقيقة باللي شو اللي صار، وهون التحقيق اخذ مجرى لحتى نعرفه. ما بقدر انا اقول للشخص اللي قتل لأهل الشخص اللي قتل انه نحن اليوم بدنا نتجاوز هذه المواضيع كلها. بعض المواضيع بدها شوية وقت، أتمنى أنه يحل السلام والأمن، بتمنى أنه يترفع عن هالموضوع، بتمنى أنه نقدر نتجاوز هالمرحلة الصعبة، ولكن مرحلة صعبة كما هو لبنان كلياته عم بيصير انعكاس للمنطقة. اليوم كمان مما يزيد على هذا الموضوع هو ما يحصل في سوريا ينعكس على مدينتي على طرابلس، وهيدا بحز بقلبي. رغم هذا بقول لك أنا مأكد لك أنه أهل طرابلس بشكل عام فوق هذا الاعتبار بدهم يخلصوا من هالقصة، ما حدا حاب هالشي، ما بدنا نصنف نحن الطائفة العلوية الكريمة كهي جزء من مشكل أبدا، نحن بنفس البناية في سكان من كل الطوائف بطرابلس، ما بيصير هالموضوع، ولكن بعض أيادي موجودة بطرابلس عم بتأثر على الواقع اللي صاير بين العلويين وبين السنه بطرابلس. يعني انت بتعرف دولة الرئيس اكثر مني انه العلويين انا عندي بالعزل
شباب علوية حقيقة لما يحكوا بنسمع لهم يعني طبعا. يعني بكل عمق سياسي وبفكر سياسي وما ممكن اطلع برا. طب من يشعل النار في طرابلس؟ نعم. من يشعل النار جزء في طرابلس؟ انعكاس الوضع المنطقة كلياته يعني جاء وضع المنطقة كله اللي عم بيصير فيه مش وضع مريح. هل عم بيجروا ما بتخزيني عم بي ما بقى عم بيجروا هيدا العلوي اللي سميته اللي هو اكيد طرابلسي ولبناني مثل الاخرين ما بقى عم بيجروا يفوت بطرابلس عم بيلفوا لفه طويله تيروحوا على شغلهم فمنهم ما عم بيقدروا يروحوا على شغلهم في ماساه حقيقيه ها دكتور الرئيس وهي مدينتك يعني هذه مدينتك واكيد بداخلك عم تتعذب شيء حتما شو بده ينعمل بطرابلس جيش لوحده الموضوع. مثلا جيش لوحده بيقدر يضبط الأمن. اول شيء بقدر اقول لك انه اذا بنرجع للبيان اللي صدر بعد جريمتي المتفجرتين التي حصلتا بشهر ابريل الماضي شوف الوعي اللي صار عن كل العلماء والسياسيين في طرابلس اللي بيقولوا فيه نحن ما عندنا خيار غير الجيش، نحن لا نقبل بأمن ذاتي، نحن أمن المؤسسات الأمنية في الدولة هي اللي ترعى كل هالشيء، أصبح هالشيء بعده سائر، نحن ما عندنا خيار إلا المؤسسات الأمنية تاخذ دورة كاملا ونحن كلياتنا داعمين. دكتور رئيس أريدك أن تجيب من يقول إن طرابلس أصبحت قندهار. هل النصرة وداعش والقاعدة موجودون علنا في طرابلس؟ كلام 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 مش مزبوط بتاتا. طرابلس مزبوط عم بيصير فيها بعض مشاغبات إضافة كبيرة ولكن هيدا حقيقة طرابلس أهلا لا يمكن. أهم شيء قبل ما نحكي عن الموضوع هو الاعتدال والوسطية. لازم نحن ثقافة الوسط، ثقافة قبول الآخر هيدي لازم هي أن تعم. وأنا بأكد لك أنا ابن طرابلس ومن نسيجة، هيدا نسيج طرابلس هو قبول آخر. نحن بنعرفه صحيح. وأبدا يعني بتمنى أكون زيارة والله يعني ما الإعلان أكثر ما هو بس في واقع مأساوي اليوم ومؤسف اللي عم بيصير بجبل المحسوي. أولا في فرق بين الوسطية والاعتدال؟ إيه طبعا. شو الفرق بينيتهم؟ إيه؟ يعني عم تحكي عن كلمتين وبدق. أنا بفضل كلمة الوسطية. الاعتدال عندما تقول أنت الطقس معتدل يعني لا برد ولا شوب. نحن مش لهيك ولا هيك. نحن هيك، نحن الوسط الذي يجمع كل الناس. نحن الوسط الذي وسط المدينة. شو هو؟ وسط المدينة بالتاريخ هو الذي يجمع كل الأطراف. نحن مثل ما قلنا أول ما بلشت حديثي مش توافقي بل وفاقي بدنا شخص وسطي أن يجمع كل الناس. مش يجمع كل الناس على الحق، يجمع كل الناس على الوطنية، يجمع كل الناس على النزاهة. هيدا هو المطلوب. مش أنا والله معتدل ببعض موضوع أني لا شوب ولا لا برد لا أو لا مع هيك. لا، في أمور أساسية بتكون محطوطة والوسطية هي اللي بتجمع مش اللي بتفرق. الرئيس سعد الحريري انتقد هالكلام وانتقد بشكل خاص أنه الوسطية إذا بدي أذكرك فيها وإلا معنى لها ودافع. أنا مش قصدي رد وأنا حقيقة أنا بس أقول لك شيء. أنا لا أقصد وقت أعطيت هالتعبير مش يعني أنا اليوم أخذ قرار حقيقة أني لا أتكلم للإعلام بتاتا عن كل هذه الفترة والفترة اللي برأت فيها بشكل عام. وطلعت اليوم برنامج لأنه برنامج الجمهورية 2014 لا أريد أن أدخل بالأمور الداخلية اللبنانية. أنا عم بحكي تصنيف بشكل عام يعني هذا جزء من مكونات هذا المكونات. إيه صحيح بس عم بيجي يقول لا نستطيع أن ننأى بنفسنا عن هذه المواضيع. لا في أشياء كتير معلش النائب النفس هو 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 حكمي كمان هو هو حكمي. في مرة في شخص بيقول أنه جوعان كتير وحالته مزري ففتح أول يمكن علبة تون خلينا نقول لقاها فاسدي وبده يأكل جوعان كتير. فتح الثاني لقاها فاسدي إجي قبل ما يفتح الثالثة طفى الضوء ليأكل حتى علبة ما يشوفها بده يأكل. بقى بالنهاية في كتير أمور بنغض عليها نظر لأنه في شيء مهم وفي شيء أهم. البلد أهم والوطن أهم. نحن مع أنا مش هذا الخلاف ولا ممكن يكون في خلاف مع الرئيس سعد الحريري. أنا وقت
بإيدي مع كائن من يكان من يكون لسلامة هذا الوطن وإنجاح هذا الوطن. أنا برجع بقول عم بشتغل سياسي، عم بشتغل عمل عام حقيقة، والعالم القاسي والداني بيعرف أنا شو تحملت بهالثلاث سنين الماضية. إذا نفتح سيري، أنا ثلاث سنين الماضية ما بعتقد في حدا تحمل اللي أنا تحملته. أنا بس بتساءل إنه أي لبناني وأي مواطن يفكر أو من أربع خمس سنين أو ست سنين يقول هالشيء اليوم عم بيصير بسوريا. لو عم بيصير بسوريا شو كان بيصير بلبنان؟ كنا قلنا لبنان حيكون جحيم. نحن الحمد لله بإدارة، أنا ما استطعت خلال هفترة ثلاث سنوات أعمل اللي بحلم فيه للبنان، لأنه كنت كل يوم ملتهي بالأمور، الأمور الآنية، وكل يوم بيوم وعم بقطعه. بس على القليلة أنه كانت إدارة، أني قدرت خلال وجودي بحكمي أني جنب لبنان كوارث كبيرة. ولا بدي أدخل باللبنانيات. لا أنا ما عندي، ما لح أدخل باللبنانيات، لا أدخل بمسألة كل لبناني اليوم قلق وخايف منها، هاجز التفجيرات وهاجز الانتحاريين. يعني هيدي كلنا صرنا نعمل حسابها لما نظهر من البيت. هذا الأمر شو العلاج تبعه؟ هيك تنحكي مباشرة، في عندك أولا في القضية السورية صحيح، في خلافات ما بين اللي بسموه التكفيريين أو المتطرفين، سمهم ما شئت، ولكن في عم بيقتلوا بعضهم. اثنين، أهم شيء عم بينتقل هذا الصراع إلى سيارات مفخخة، إلى انتحاريين عم بيعملوا حرب. دولة الرئيس اليوم بالزيت، وبكرة وبعد بكرة رح تسمع دائما إنه كل واحد وقف سيارته بيركضوا بيشوفوا إذا مفخخة أو لا. أستاذ كريم، هيدا مسؤولية، أنا باعتقادي مسؤولية الطبقة السياسية بشكل عام، اللي هي لازم تكون تتوافق وتجتمع كلها سوا وما نلتهي بخلافات لا أساس لها ببناء الوطن. فهيدا هو الأساس. اليوم هذه الخلافات عم تخلي هالتثريب، عم يكون في تثريب لعمليات عم نجر البلد لأمور ما حدا مشتهيها. بدنا نكون كلنا ايد واحده وبنوقف. باكد لك اذا اللبنانيين كانوا كلياتهم ايد واحده ما حدا بيقدر يفوت علينا. وانا اخشى ما اخشى انه هالامور، يعني ما بحب اطلع بمقابلات الا اعطي نظره تفاؤليه. لازم انه نقدر نحط ايدنا بيد بعض، لانه هالامور اذا تطورت وتوسعت وانتشرت هيدي الامور حقيقه خطيره جدا جدا، وساعتها بنفوت باتون صعب حتى اذا اتفقنا نقدر نطلع. دكتور الرئيس، هل صحيح انك تبلغت معلومات تفيد عن وضعك وضع نجيب ميقاتي على لائحه الاغتيال؟ الجواب لو سمحت، الجواب لو سمحت، صرحت انا بعد الفاصل. الجواب لو سمحت دولة الرئيس. خلال الحرب 1975 وفي بدايتها تشكل ما يسمى لجنة التنسيق، وكانت لجنة التنسيق مؤلفة من الحركة الوطنية، المنظمات الفلسطينية، الجيش اللبناني، وأحزاب الجبهة اللبنانية، برئاسة الرئيس رشيد كرام، يلي كان طبعا يترأس هذه الاجتماعات بصورة متواصلة، والهدف كان وقف إطلاق النار. في إحدى الجلسات كنا بآخر الشهر، وكان صادف أنه بلش نشق الجيش اللبناني العربي، هكذا سمى نفسه، بقيادة أحمد الخطيب، نشق عن الجيش اللبناني وبدأ يقصف المنطقة اللي عم نجتمع فيها قصف قوي. وإجا لعنده المسؤول بالمالية تيمضي على الموظفين، على معاشات الموظفين، مضى المدنيين، بعدين وصل الجيش، أخذ القلم الرئيس كرامي وقال له هيدي كل لائحة الجيش؟ قال له نعم دولة الرئيس. قال له بما فيها الجيش الخطيب؟ قال له نعم دولة الرئيس. أخذ هيك وبابتسامته العادية قال على صوت واطي، قال
هيدي أول دولة بعرفها بتمول الإنقلابيين عليها ووقع. أي دولة الرئيس؟ لو كنت مكان الرئيس كرامي رحمه الله كنت وقعت؟ طبيعي كنت وقعت أكيد، لأنه مثل ما حكينا أول شيء أن هذا النظام هو عم يخدك محل معين بيجبرك أنك تقومي بهالدور. فمن الطبيعي انا دغري وقت كنت يعني ما انتظرت الا اقول انه الرئيس كرامي وقع 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 هذا الموضوع، صوبيته خطاه، بدنا نصلح كل شيء، بده يصير بده يصير اصلاح كامل، اصلاح للنظام كلياته كامل، ساعتها بنكون عم نجي نقول، اما كل شيء تتاخذ معينه لا. لنعد دولة الرئيس إلى موضوع وضعك على لائحة الاغتيالات، هذا الخبر نشرته جريدة الأخبار وحددت من أبو العدنان من كتائب خالد بن الوليد الجبهة الإسلامية، ماذا تقول؟ بداية أنا يعني لابد مني أن أشكرك شخصيا قبل ما أشكر أستاذ كريم، أنكم قبلتوا تقعدوا معي وأنا مهدد، بعرف قدام حبتي كبيرة عندك أكيد وعنده عند استاذ كريم لحتى قبلتوا تقعدوا معي. حقيقة في معلومات انا مش من هلا، من فترة طويلة، وطبعا مثل كل اي سياسي مهدد في لبنان وبتوصل تهديدات، هالمرة الظاهر وصلت للصحف وانحطت بالصحف. يعني تلقيت تهديدات؟ التهديدات ما في، كل واحد لبناني معرض، يعني اليوم انا برأيي صار اللبناني مثل ما عنا بهال دورة العنف اللي عم تصير، كل لبناني معرض، فبالتالي من سلم أمل من الله سبحانه وتعالى، وأنا قلت الله يحمي هالوطن ويحمي يحمي أهله. الله يحميك إن شاء الله. الله يحميك دولة الرئيس. السؤال، لأنه من بعد ما سمعت معظم الأجوبة اللي قلتها تقريبا ذكرتني باللي قاله سيد الأمين العام حزب الله لما دعا لمؤتمر تأسيسي، اجت بجو هيك بذهني اجت الفكره انه هالسله اللي كنت عم تحكي عن سله، انه هالسله، هل انت مع هكذا مؤتمر تاسيسي؟ استاذ كريم، انا قاري عندك شغله بكتاب اسمه لعنه الوطن، بتقول فيه انه الطائف هو كقطار عم بيعمل ضجيج وعم بيعمل دخان ولكن لا يتحرك من مكانه. أنا عجبني هالتحليل، وأهم شيء فيه إنه وجد القطار ووجد البخار ووجد الضجيج، بدنا نحركه قبل ما نفكر نغير القطار أو نغير اتفاق الطائف أو نفكر بمؤتمر تأسيسي. أنا مع تحريك هذا القطار، فبالتالي اليوم انه يكون في عندنا اعاده الطائف، يعني ما في شيء بعتقد بالعالم اليوم انه شيء جامد، كله شيء متحرك، الطائف منه منزل، ولا مثل ما كنا الدستور قبل الطائف، تذكر انت نحن كان في فئه بدها تغير وفئه ما بتقدر تغير وتقول لا نقبل ان يمس ولا يقبل يمس. صحيح. اليوم علينا تطبيق كامل، أنا متمسك بالطائف، تطبيق كامل، تحريك هذا القطار بطريقة إيجابية، بعيدا كل تخفيف كل مواضيع الطائفية عنده، لأنه هو أساس الحل. وبعدين بيكون في أي شائبة، ما في مانع إذا اجتمعوا اللبنانيين على شائبة معينة، يمكن في شوائب أكيد، وأنا شوائب عندي مارستها يعني دائما كانت، حتى أمرار بعض الطائف أنت بتعرف قدي كانت تصير مشاكل من رئيس وزارة ورئيس الجمهورية. أنا في 3 سنوات ولا يوم في مشكل أنا وفخامة الرئيس، لأن أخذنا هو فخامته وأنا اتفاق الطائف والدستور بطريقة إيجابية ومارسناه بطريقة لا لمصلحتي ولا مصلحته، لمصلحة البلد. وبالتالي إذا كل شيء بتتاخد هيك أنا متأكد أنه المواضيع بتكون بطريقة سليم، والترين ساعتها وهالقطار ساعتها بيتحرك مثل ما كل لبناني بيشتهي. ليش استقلت؟ دغري اجتني هاي الفكرة، إذا في تفاهم وماشي الحال ليش استقلت؟ شو الأسباب الحقيقية لاستقالتك؟ السبب الحقيقي لاستقالتي هي أنا قلتها بكتاب الاستقالة، هي عبارة عن تراكمات حصلت. قلت أنا روتني فكرة الاستقالة أول مرة لما كان في نوع من عائق أمام
تمويل المحكمة الدولية. فتمولت. المرة الثانية أنا راودتني هي يوم اغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن. فأنا زرت مبنى مديرية عام قوى الأمن الداخلي وخرجت من هناك أنا رايح على استقالة. وأنا بعثت دغري مساج على التليفون لمستشاري الصحافي قلت له عد اللي بين الاستقالة وأنا حأستقيل. صار في تطورات خلال الليل منعتني من الاستقالة. وهي اللي بقى بنحكيها كلياتها كل الليل حقيقة كان في اتصالات دولية إنه ما في استقالة. رجعت صارت المرة الثالثة وقت مشان موضوع اللواء أشرف ريفي. أنا مش عم بحكي هلأ مش عم بدخل بالمحليات ولا عم بحكي مشان لواء أشرف ريفي ولكن أنا حسيت ولكن قلت دولة رئيس قلت أنا استقلت من أجل اللواء أشرف ريفي أنا عم أقول التراكم ومشان لواء أشرف ريفي لأني حسيت بهذا المؤشر بالذات أنه أنا ما يعني كرئيس وزارة يمكن أنا لقيت باستقالتي ممكن أن أنقذ البلد ولكن الاستقالة لم تنقذ البلد، الاستقالة وضعتنا في أزمة ممكن يعني دولتك تتحمل مسؤولية ما حصلنا وصلنا إليه. لمرحلة إني أنا كان حيتمسح فيني كتير أمور إذا أنا تمسح فيني يعني هل أتتك ضغوطات خارجية دولة رئيس إقليمية دولية تمسح بالوطن وبالتالي أنا فدا هذا الموضوع ما بقبل كل شيء يتمسح بلبنان لأنه كان بوجودنا سيد الأمور كانت هتتطور بطريقة ليش عم نيجي نقول اليوم خلينا كلياتنا نتذكر خلينا نتذكر كل ما كتب بالصحف وكل ما كتب على وكل ما قيل عن ألسنة السياسيين كيف كانوا يصفون الحكومة وما هي كانت الوضع اللي فيه أنا قلت ربما تكون ثغرة أمام الحل ولكن إذا اللبنانيين ما بدهم يحلوا مش مشكلتي أنا المهم أني بدي أحمي نفسي أحمي البلد أولا وأحمي نفسي وأنا بعتقد باستقالتي أنا كنت فدا أني ما لأنه إذا توصل لمرحلة صار في مسح الأمور فيني من عدم القبول وأنا قلت مجلس وزراء موجودة بالمحضر أنا قلت لهم أنا شخصيا اليوم عم تطلبوا أنتم مجد أنا موجود بالمحضر والمحضر موجود عندي واللي بده إياه فيني فرجع لي قلت لهم يا مجلس وزراء أنت أنا بكرة جاي التمديد لقائد الجيش أنا شو بدي أقول لربعي ولأهلي إذا مدت لقائد الجيش ما عطمدوا لي ورقي فيه يعني أنت تعمل حساب ربعك وأهلك دولة الرئيس طبعاً الموضوع أنا تأزم أنا أكثر مما كانت الحكومة عفوا أنا تصرفت بجانب لبناني بوطني بكل معنى الكلمة ولكن بالنهاية أنا لم أكن رئيس وزارة إلا لأنني من طائفة معينة وبالتالي بال 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 بالأبدى عندي أني أنا بالحق اني احمي اهلي وبعدين بتطلع بكل المواضيع انا بالحق مش عم بحكي بالباطل انا قلتها موجوده وانا بكي انا ما بدي احكي اصلا بهالمقابله بهذه المواضيع رجاء ولا وقتها هي انا عم نحكي بموضوع معين عندي اشياء كثير احكيها وبيجي وقت لازم انا بحكيها موضوعيا فانا عم بسالك بموضوعيتك موضوعيا هل كانت هلا بتعتبر انه استقالتك كانت بمحلها بعد ما صار كل اللي صار من بعد ما استقلت تنكون موضوعيين هيك بقلب بعقلك عم بحكي انا حقلك لحظه ما الحمد لله مني ندمان على اي شيء عملته لا بقبولي بالحكم ولا خروجي من الحكم لاني ما تصرفت الا ما يقتضي ضميري الوطني بكل معنى الكلمه ابدا يعني ولا بدي اعطي مبررات لا لقبولي ولا لاستقالتي انا دخلت بفتره انقاذيه معينه الحمد لله استطعت أن أتجنب لبنان كثير المشاكل وأنا بخدمة هالوطن لآخر لحظة ولآخر ثانية من حياتي دولة الرئيس لماذا أنتم القوى الإسلامية المعتدلة المتنورة لماذا لا تتحدون لماذا لا تنظموا صفوفكم في وجه الإرهاب الذي يضرب لبنان أين العلماء المسلم أين صوت العلماء المسلمين المتنورين نحن من هون نداء إيدي ممدودة للجميع لحتى نقعد سوا ونكون نحن سوية كمسلمين كسنة كلبنانيين مع كل المستويات حقيقة لإنقاذ هذا الوطن ونحن نكون في عنا الثقافة اللي بدنا إياها ثقافة اللاعنف ثقافة الاعتدال وأهلها ثقافة الوسطية البطرك الراعي بالوثيقة اللي سميت وثيقة بكركي حكي بدي أحكي بثلاث أمور اللي حكيها هو حكي عدة نقاط خاصة شدد على الميثاقية ولكن حكي أولا بالمناصفة وقال بالمناصفة الحقيقية
2 حكي بموضوع الحياد، و3 حكي بموضوع انه الجيش لازم يكون هو او السلاح يجب ان يكون بيد الشرعيه بصوره حصريه. هالثلاث مواضيع تنبلش بالمناصفه. لا ناطر حاليا بعبدا تقريبا متطرق لكل هذه المواضيع، ونحن كلياتنا تبنيناه ونحن كلياتنا معه وما في اي شيء جديد، وبعتقد نحن داعمين غبطه بهذا الموضوع. نحن ما بحياتنا لنا الا المناصفه بكل معنى الكلمه، وهي نحن مناصفه بمعنى المشاركه الحقيقيه لبناء وطن، ليس مناصفه لتوزيع مغانم. خلينا نكون نحن منا شركه مساهمه بدنا نوزع كل واحد انصبه ارباح، نحن بدنا نكون صح. مشاركة بالمعنى والمناصفة بمعنى إنقاذ هذا الوطن، لأنه نحن مصلحة لبنان أنه نكون كلياتنا سوا. موضوع الحياد، نحن وقت سياسة هي الحياد سياسة متطورة عن النائب النفس، فنحن قلنا أنه لبنان، أنا ما عندي أي مانع لبنان يكون حياد طبعا، بغض النظر عن الصراع العربي الإسرائيلي، لا تزال العدو. فأنا مع الحياد، ودائما بقول لبنان مش مصلحته إلا أن يكون وادي يشرب مية كل الجبال. نحن ما عندنا مصلحة، لا نستطيع أن نغير شيء. لماذا نتدخل بشأن لن نغيره بل يأتي بالأثار السلبية على مجتمعنا؟ لشو ندخل فيه؟ لشو لحتى ندخل حالنا بشيء ما بيعنينا؟ أي أمر كان. الموضوع الثالث موضوع الجيش اللبناني، هيدا هو خيارنا، وما في عنا ما في عنا أي خيار. الجيش بعد المؤسسة الوحيدة اللي بياكلوا وبيناموا وبيشربوا الكل سوا، كل أطياف الشعب اللبناني. هيدي المؤسسة إذا نحن ما حافظنا عليها نكون نحن كمان عم نسبب مشكلة آخر بتهديم هذا الوطن. هل دكتور الرئيس هل بي لا هلا سؤال صعب بكون أكيد. لا أنا بدي سهل عليك. عندي سؤال، هل حولت بالنظر لكل علاقاتك الدولية والعربية أنه تحاول الإفراج عن المطرانين وعن راهبات الموقفات في يبروت؟ صراحة بقول لك الموضوع المطرانين عم نحكي عن موضوع على طول، إن كنت حكيت فيهم بقطر وحكيت فيهم بتركيا، وهلا كمان بالاجتماع الأخير اللي حصل معي بميونخ مع وزير خارجية قطر، وكان معه كل فريق عمله اللي عم يتعاطى بهالموضوع، بيقول موضوع الرهبات قريبا جدا سيحل. والمطرانين بعدهم طيبين برأيك؟ المعلومات ما بتدل على عكس ذلك، حتى ما أكد أمر ما بتدل على عكس ذلك. هلا بدي أسألك الصعب. صعبين ما هن الظاهر المخرج قايل له وين عندي موضوع انه ما عاد دغري جاوب. دكتور الرئيس، علاقتك المنقطعة مع الرئيس الحريري، هل سببها أنك شكلت الحكومة في كانون الثاني 2011 أم هو الصراع على الزعامة السنية؟ النقطة، في مرة سئلت أنا هل تريد أن تكون زعيما أم تريد أن تكون رجل دولة؟ فأنا بعتقد هون الموضوع اللي سوء الحظ أنه نحن بلبنان صرنا عم نخلط الأمور، وعم نخلط الأمور أنه زعامة. طيب إذا أنا عم أقول صراع على زعامة، طيب يعني نحن كأنه أنا لا بعتقد الرئيس حريري بوارد أن يكون زعيم فقط للخلاف مع الآخرين، ولا أنا بوارد أن يكون زعيم للخلاف مع الرئيس حريري. نحن في يمكن صار أمر معين، ولكن أنا بأكد أنه بالأمور الوطنية نحن ما في خلاف بين بعض، بالأمور الوطنية الأساسية استراتيجية الوطنية ما في خلاف. طب علاقتك بالسعودية دولة الرئيس بالمناسبة، يعني كنت قلت أن السعودية تتعامل بالشخصنة أي مع الشخص، ولكنك أيضا قلت إذا أخرجتني السعودية من الباب سأدخل من الشباك. لماذا لم تدخل موضوع الشخصنة كله بيتاخد هو هيك نوع من عنوان وبيمشي. يوم أنا التقيت الصحفيين كان فخامة الرئيس عم بيقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية، فبيسألوني الصحفية أنك أنت اليوم شو بتشوف، هل أنت مستاء أنه من زيارة فخامة الرئيس ولألك ما استقبلتك السعودية؟ فكان جوابي العلاقة فخامة رئيس الجمهورية علاقة بين رمز للدولة ورئيس هذه الدولة، وهي علاقة بين دولة ودولة. ما تاخذوا الأمور شخصنة، مش الأمور شخصي أنه استقبلوا الرئيس ميشيل سليمان ما استقبلوا نجيب ميقاتي.
هذه الموضوع من هون عدم الشخصنة. عدم الشخصنة مش قصة شخص، نحن كدولة، كدولة نحن ما ممكن ننسى دور المملكة العربية السعودية اللي قامت فيه بدعم لبنان بكل المفارق الأساسية اللي مرق فيها لبنان. فبالتالي من هون بقول إذا السعودية طلعتنا من الباب نحن نرجع من الشباك، ونحن ما عندنا خيار إلا نكون على علاقة. إذا أنا عم بقول بدنا نكون وادي ونشطب مية كل الجبال، نعم. مع السعودية حنعمل نحن جبل، نحن بدنا نكون وادي، ونحن بدنا نكون علاقتنا مع كل الناس ومع كل الأطراف ومع كل الدول علاقة مميزة، وخاصة المملكة العربية السعودية في مئات الألوف من اللبنانيين الموجودون هناك وعم ترعاهم الدولة بكل محبة، وهن عم يشعروا إنه وطنهم الثاني بهالظرف الصعب اللي عم يمرق في وطنهم الأول. بعد ما رجعت من ميونخ صرحت بأنه لا يوجد أفق للحل. سؤالي وين بعدة محل، بس وين بدك سؤالي بالضبط؟ هل بلبنان ما في أفق للحل؟ وشو رأيك فيما يتعلق بسوريا؟ يعني بدي رأي انت، بس انت طويل كتير هذا الرأي، يعني طويل. معلش انا بدي اسمع شو سمعت ورؤية خلصت الحل. ورؤية لا خلصت ابدا. اخر سؤال نهي بهاي الموضوع اللبناني، نظر الخارجي للموضوع اللبناني. الوضوع اللبناني كنت في واضح انه اليوم في ضوء اخضر ايراني للأطراف اللي بيسمعوا من إيران بقيام ببعض التنازلات للدخول بحكومة لتحصيل الوضع الداخلي، وفي كمان ضوء أخضر من الأطراف اللي هي على تناغم مع المملكة العربية السعودية بالدخول إلى 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 الحكومة بلبنان. أعطي ضوء أخضر، لم يحصل تفاهم بين الدول الإقليمية بما يتعلق ضوء أصفر، يعني بعد أعطي ضوء أخضر إنه أنتوا تدخلوا، بكون تدخلوا تدخلوا هناك، عملوا تنازل وهون قبلوا يدخلوا. بس هون بنرجع بنشوف عدم هذا التفاهم عم بينعكس بطريقة تركيبة الحكومة. هذا اللي عم بقوله، أصبح اليوم بعد ما صار تفاهم، وأنا أتمنى أن نستفيد من هذا الوقت، من هذا الضوء الأخضر، لحتى نحن نتفاهم لبنانيا بإيدنا، لأنه ما عندنا خيار إلا أن نتوافق، ما عندنا خيار إلا نقعد سوا. نحن منتظرين بعد غيرنا كمان يرجع يجمعنا. من هون أنا عم أقول نحن علينا أن نكون يد واحدة، وهيدا ندائي من هون. وقت عم شوف طريقة التأليف وطريقة هذا، عم شوف أنه ما عم شوف في أفق بالتفاهم اللي أنا عم بسعى عليه، أن يكون تفاهم لبناني لبناني. هاي واحد. موضوع السوري عملت نوع من مقاربة بين ما يحصل في سوريا وبين ما حصل في لبنان من عام 1975 لعام 1989، وقلت أن لبنان بدأت المعارك في لبنان ب 13 نيسان 75، بدأت بحادثة بين حزب الكتائب والفلسطينيين. لما انتهت 89 ما حدا سأل كيف بديت، لا حدا، لا الفلسطينيين كانوا موجودين والحزب الكتائب كان حزب موجود عادي. فبالتالي انه نحن اليوم ما اللي عم يحصل في سوريا، خلينا نعمل هالتقارب مع لبنان. قال هلا عم ينعقد مؤتمر جنيف، ونحن رحنا على جنيف ورحنا على لوزان ورحنا على مونتريال ورحنا على مؤتمر القاهره ومؤتمر الرياض، ورحنا على مؤتمر بالكويت ورحنا على مؤتمر بتونس وقتها، وكل هالمؤتمرات صارت ما انحلت الا ما كان في دعم دولي أو مظلة دولية ودعم عربي وتوافق عربي بالطائف. فهي عم بقول أنا اليوم ما يحصل في سوريا هو عبارة عن هرم، وهالهرم براس الهرم في صراع مصالح دولي على سوريا، وبوسط الهرم في صراع إقليمي بسوريا، وتحت هي مطالب الناس المتشوقة حرية وديمقراطية والكلمات كلها غلط. هلأ اليوم عم نمشي مؤتمر جنيف، مؤتمر جنيف بلش من كعب الهرم، ما بتنحل بكعب الهرم، بدك تبلش الهرم من فوق لتحت وتحله. فبالتالي هذا كله ربح وقت، وعملت نداء انه بينما نربح وقت كل يوم عم بيروح كذا مئة قتيل، خلينا نعمل نربح وقت ويصير في اطلاق نار جدي في سوريا لحين وصول الى حل نهائي، وانا بعتقد الحل النهائي مطول. الان انتهت الحلقة.
شيء آخر تريد أن تقوله دكتور؟ أنا بتشكركم جدا، وحقيقة بعتقد أنتم يعني ثنائي ناجح جدا. شكرا دولة الرئيس. بتوزيع الأدوار وبالحوار الناجح. إن شاء الله يكون ناجح. شكرا دولة الرئيس. إن شاء الله دائما موفقين. شكرا جزيلا لك. شكرا لفريق العمل. شكرا للمشاهدين. إن شاء الله نتمنى ما نكون مللناهم. لا إن شاء الله. شكرا لفريق العمل الذي ساهم بإنجاز هذه الحلقة. شكرا جزيلا لمشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة، ولنا لقاء آخر إن شاء الله بأمان الله.